اسمي كما تعلم صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من قبيلة الوداعين الدواسر في بلدة الشماسية شرقي القصيم. نشأت فيها أول نشأتي، تلقيت القرآن عن إمام المسجد، كان حافظا متقنا جميل الصوت، ألا وهو الشيخ محمود بن سليمان التلاب رحمه الله، الذي صار في آخر حياته قاضيا في ضرية، البلدة المشهورة في غرب القصيم. وتلقيت أول الدراسة في مدرسة البلدة، ثم أكملتها في مدرسة الفيصلية في مدينة بريدة القصيم، ثم درست في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به وواصلت الدراسة إلى أن تخرجت من كلية الشريعة وعينت مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقلت إلى التدريس في كلية الشريعة في الرياض، ثم إلى الدراسات العليا في كلية أصول الدين، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء 6 سنوات، ثم نقلت إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا أزال والحمد لله.